رجال دجال ساكن في المقابر بيستدرج الستات وينيمهم. قال ايه؟ بيطلع لهم العفاريت. ايوه يا فندم، ضحيه من ضحايا هي اللي مقدمه فيه البلايا. تمام يا فندم، لقينا الاثنين مقتولين. تمام سعادتك، هجيبه لسعادتك. حاضر يا فندم، حاضر. انت ما رضيتش تقابلني ليه لما جيت لك؟ ما كانش مكتوب لي اقابلك. وديني قابلتك وغصب عنك. بقت لي ناس مالها الذنب؟ ما كانش مكتوب لهم يعيشوا. واحمد ربنا انها جت لحد دول وبس يا شيخ خلف. ولا تحب اقول لك يا باشمهندس حسن؟ ابوك الشيخ عبد العزيز شيخ جامع، وبلدكم المنظره مركز منفلوط، صح؟ ومراتك واولادك يا عيني ماتوا في حريقه، وانت يا حرام ما استحملتش، خدت في وشك من جامع لمقام لزاويه اكمل؟ كملي. مش مهم التفاصيل، انا بس حبيت اعرفك اني اعرف عنك كل حاجه. حياتك كلها عندي، بس باين عليك طيب وغلبان قوي يا راجل. حد يبقى عنده نعمه زي دي ويروح يقعد في المدافن؟ ويا ريتك عارف تقلب رزقك فيها، الا واخداك الحنيه قوي على الغلابه بتعالجهم ببلاش. انت عايزه مني ايه؟ عايزك ترتاح وما تفكرش في اي حاجه، وبعدين نتكلم. اسيبك على خير. رايد ربنا. بعدين معاك يا زمان، انا بحسبك يا زمان ممكن تراعيني. أتاريك بيشديك جوي صوتي ساعة ما بقن، أنا متلع عندك معايا لم ترى عيني، لكن بعود وامتسل وأقول مسير يكن.
اتفضل يا شيخ خلف. شاي ولا عصير؟ ميه. هتحتاجها برضو. خد شوف كاتبين عنك ايه. البوليس قلب الدنيا عليك وانت مستخبي هنا. ريح روحك، مش هتقدر تأذيني. عيون اليهودي طلسمك، نجش على جلدك وما سابش سنتي واحد. يعني ما تتعبش روحك. بقول لك ايه، ما تروح تاخد دش وتغير هدومك وتروق كده شوي، عندنا شغل كتير قوي. بقولك الشيخ ده مش سهل، ده غير أي حد اتعاملنا معاه قبل كده. هيعرف ينجز يعني يا زهرة؟ الدنيا غمقت على الآخر. إن شاء الله هنوصل، أنا متأكدة إننا هنوصل. يا أهلاً يا أهلاً، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. ها. في شيخ بقى؟ فكونا من التخاريف هذين. أخوك ورا البضاعة في زراديب وراها في بطن الحوت، أنا ماليش دعوة، أنا ليا اللي دفعته يردلي، يردلي بضاعة، يردلي قروش، المهم يردلي. هترجع، إن شاء الله هترجع، وبإذن الله بعد أسبوع واحد كل حاجة هتبقى تمام. حاجة بتقول أسبوع يا حاتم بيه؟ ها؟ كمان أسبوع إن شاء الله. أقل من أسبوع كمان. البنوك بدأت تحجز على الشركات وعلى المصانع. أخويا قادر الله يرحمه كان. الله يرحمه. حسابه عند ربنا وحسابنا احنا معاك انت. الأسبوع نخليه اتنين وهوك يبقى واجبك خلص. ثانية. ألو. ايوه فريدة. ايه؟ طب ليه ما كلمتيش الدكتور شوقي؟ طيب انا جاي خلاص، ما تقلقيش، جاي. سلام. هضطر امشي. كريم ابن فريدة تعب بس شوية. خدني على سكتك يا حاج. اتفضلي. ربنا يشفي هيلكم يا رب. يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا سلام.
هي اللي طلبتك؟ بتقول ايه؟ هي اللي قالت لك؟ تعبان قوي؟ لا ده انا بقى اللي هي اطمن عليه. مع السلامه.